إذن مشاهدينا الأوفياء ومشاهدي كاترون سيس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الوجه المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. الساكنة ديال عين السبع اللي كان جاهم الإفراغ في عين السبع، يعني في هذه المحلات السكنية ديالهم اللي كانوا دايرين الخيم هنا في هذا المكان هذا، الآن في هذه اللحظات رجال السلطة ورجال الأمن الوطني متواجدين باش يحاولوا يحيدوهم هنا من الطريق، لأنه تريبوا اليوم هاد العشاش ديالهم في كانوا في الخيام هادو تحيدوا. كيف كتشاهدوا معنا الان هما كيحاولوا بانهم يخرجوا للطريق هنايا، لانهم كانوا هنا في كيرقدوا من دارو لهم الافراغ، كانوا كينعسوا في هذا المكان هذا في هذا الخيام هذا، ولكن ملي جاو تحيدوا لهم يعني ما بقاوش دابا حاليا في فين غادي يخرجوا للشارع، يعني كانوا الخيام في هذا المكان هذا كتشاهدوا في هذا المكان اللي كانوا دايرين هنايا كينعسوا فيه. الان في هذه اللحظات رجال الامن والسلطه متواجدين باش يحيدوهم من الطريق، لان هنا في الطريق كيف كتشوفوا يعني ما كانوا جاهم الافراغ في هذا المكان هذا في هذه المنازل ديالهم اللي كانت عباره عن خيام، بعد ما جاهم الافراغ نعسوا فيها ما عندهمش فين غيمشيو، على حسب ما صرحوا لنا المأوى ديالهم ما كاينش، ولكن في هذه اللحظات تم ازاله هذه الخيام هذه كتشاهدوا معنا. انا من اجلكم نعسوا وسيروا دابا وديروا بيت النعاس وتكاو مزيان، انا بغيت ربي يشدكم. شو السلطة اللي كتحمي الناس؟ ودي ما طيحتو وقتلتو ها؟ وحوايجنا تلاحو ماشي ولاد القبيل، ماشي ناس خليونا نموتو شفنا راه عفسو علينا شفنا في هاد الحالة واش حنا ولادو ولا ماشي ولادو؟ ناهو خرجوا، ودابا ولدي اللي تيترزق الله يجي تعيد نشري لبا الدواء، هما الناس سيروا اللي رزقوا وشوفوا با، وها ولدي داكو لا بيلانس ما حرامش عليكم من عند الله، ها كاع اللي قراها في دار الزاكا تيجي تكرفص ريال اللي ولدها تخدمو، ها راه ديك اللي تكرفصوا عليا ديروها في بلاصه امكم، ديروها في بلاصه اختكم، ديروها في بلاصه با عمتكم خالتكم اللي كانت إذن مشاهدينا الأوفياء ومشاهدي كاترون سيس، كي لاحظتوا معنا الناس بعد ما حيدوا من الخيام هادو خرجوا للشارع، يعني كيطالبوا بأنهم يبقاو هنا على الأقل يلقاو لهم الحل. Oh, my God.
باش يفرغوا الناس اللي يجيو في الصصات الليل شي راه ماشي معقول سي سهل باش تجي باش واحد كيجي سيدا ولا المراد ولا واحد كيجي باش خرجوا الناس من ديورهم كيجيو في الصصات الليل شو الحشومة هادي شي عيب شي شعار اسمح لي اسمح لي الشريف اسمح لي هاد الناس هاد الوليدات قولي لي هاد الوليدات المدرسه سيري تشوفي شوفي الكتوبه ها المكتوبه سردو ما خلاونيش نحيدهم كنقول بلاتي نحيد على الكتوبه ديال ولدي وما خلاونيش نحيدهم ها ما سردو غدا باش غيمشي الدري المدرسه قولي لي اختي واش كاين شي حق في هاد البلاد راه ما كاين اختي لا حق لا والو عاش الملك عاش الملك اختي مش واحد كيدير السيدة كتسناو لومبيلونس بالسويع و النهارات ودابا باش يخوو الناس يجيو عليهم من ديورهم كيجيو بالزربة علاش ما هادشي ما يديروش الناس اللي مراد الناس اللي خاصهم تعليم حتى هو اش ما يديروش الناس اللي محتاجين ها كيجيو باش يجيو لعباد الله يخرجوهم الزرقاء يشردوهم واش هذا معقول واش كتظنوا نتوما كاملين لي هذا معقول باش يخرجوا الناس يجيو عليهم الزرقاء سهل ولكن باش شي واحد ينقدوه مريض ولا ضعيف ولا مخصوص ولا خاصو تعليم لا سهل باش يلحوه الزنقة كتجي قوة باش يلحوه الزنقة القايدة جر البول البارح جا مقدر سكران انا نقولها لي في وجهه خايف على بلاصتو عندي ثلاثة الوليدات وما قدرتش هاد العائلة كمشردين ها ماشي حشومة ها 120 واحد هنايا مشينا بكاع الناس اللي كيضيفك ثلاث ايام راه شي عاد داركم مخ ما تشزكش لتيمكم كبريتي الزحمة جبت سيري لدارك راه عيب وعار باش حنا مغاربة علاش المملكه المغربيه كتسمى حنا ماشي مواطنين ما بحساب ما حاسبيناش مغاربه يديروا يحرقونا جماعات الحسن لينا فلسطين ما كاين نايض عليها ونوضوا على الشعب المفقر والفقير عباد الله راه هو الدروش تاع الغني ولكن عند الله تلتقي الخصوم كلشي عند الله قريب هو باغي يدير لنا سفير يعرف راسو يلحق لها ولا ما يلحق حنا باغيين حقنا العالم الله شي شوف الشهادة اللي كنا كنخلصوا ليه الكرة الشهادة اللي كنا كنخلصوا ليه الكرة ماشي ولدي لنا هاد الحالة شي واحد من فوق منه شي مافيوزي ديال العقار بغا يدير لافير ديالو يجي تفاهم مع السكينة حنا مسالمين يعطيونا حقنا راه شادين كون يرد لينا عملية بالسبعينات فلوسنا البارتمان مخيرة اللي في عيسوي شريوة ولكن راه عيب راه بصمة هادي تبصمات العالم كله ما يصير كتهضر علينا حنايا بالذات العالم كامل 20 سكينة ولو عيرونا ما قديتو حتى 20 سكينة تهويوهم راه حشومة حشومة يا ملي بغا يحكم ما يحكمش باسم جلالة الملك كيوسخوا لي الصورة ديالو هو هاز بينا وواحد اخر كيطيح لان انت شي وظيفة انت بأمانة
اخسر لا اله الا الله لا اله الا الله. اذن مشاهدينا الاوفياء مشاهدي 46 كسمعتوا معنا هادو تصريحات الساكنه ديال هذا المكان هذا اللي كيقول لك بانهم ما كيعرفوش الناس ديال هاد اللي شرى هاد الشيء يعني في هاد خرجوهم من الافراغ حاليا جاو داروا لهم الافراغ. اذا المشاهدين غنيو معكم هذا البث المباشر ولا نعود في بث مباشر اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.